بسم الله والصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. تجي معكم أمو جماعة درويش عربي. كلمة برك للناس اللي راهي تطوعت وقامت بالتنظيف المقبرة، الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. مهما كان اللي دار غرس ونظم الأمور، هاي المقبرة الحمد لله هاي اليوم صبحت مقبرة، يعني الإنسان يفخر ويقول مقبرة على المسلمين. الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيكم وربي يجازيكم، وان شاء الله نتواصلوا كيما هكا واحسن من هكا. السلام عليكم.